في صباح صيفي صادف الخامس من يونيو من العام 10 و2000، وكان يوم سبت، اكتشف عمال النظافة بشاطئ الجديدة جثة رجل. كانت الجثة في مساحة قليلا ما يسلكها المارة، بها غطاء نباتي بدأ ينزع إلى الإصفرار. كان عمال البلدية قد كلفوا بتنظيف المكان واقتلاع تلك الأعشاب الجديدة تستعد لاستقبال الصيف. بعد ساعة أو ما يقرب من ذلك، حل بالمكان وكيل الملك ورئيس مفوضية الشرطة وممثلون عن السلطات المحلية. تولى العميد الإقليمي رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية العميد محمد المناضل بالتعاون مع فرقة مداومة القيام بالتحريات الضرورية لتحديد هوية القتيل والبحث في الأسباب التي أدت إلى الوفاة وكل ما يمكن من فك لغز الجريمة. لم يتم العثور في ملابس الضحية على أي وثيقة تعريف، فقط ورقة اقتطعت من دفتر مدرسي وقد كتب فيها: نفذت جماعة النهي عن المنكر حكم الإعدام في حق هذا الملحد الفاسق. لم تتضمن الورقة أي شيء آخر. في الحقيقة كان ما تضمنته كافيا ليثير أسئلة كثيرة وأن يدفع بالتحريات في اتجاهات عدة. فإذا كان الظاهر أن الرجل الذي كان في منتصف العقد الخامس من العمر راح ضحية جماعة دينية متطرفة، فإن الصيغة التي كتبت بها تلك العبارات التي تضمنتها الورقة التي عثر عليها في جيبه تثير بعض الشكوك حول مصداقيتها، ولذلك فإن العميد محمد المناضل لم يسقط من حساباته احتمال سعي القاتل أو القتلة إلى تضليل المحققين ودفعهم في متاهات تبعدهم عن اكتشاف الحقيقة. نقلت الجثة إلى المستودع البلدي للأموات، وأكد الطبيب الشرعي أن الرجل ذا البنية القوية مات نتيجة إصابته بجروح غائرة على مستوى الرأس أحدثتها أداة حادة أو شديدة الصلابة. كانت الإصابات كلها على مستوى مؤخرة الرأس، لم تكن هناك إصابات أخرى. أمر العميد مساعديه برفع بصمات الضحية لتحديد هويته. لم تستغرق العملية وقتا طويلا، وما أن عرضت البصمات على قاعدة البيانات حتى نطقت بهوية صاحبها. كانت الجثة للمدعو مروان أبو العشائر من مواليد أزمور في 18 من يونيو من العام 66 900 وألف، من والديه أحمد بن بوشعيب وغنو بنت إسماعيل. نطق السجل بأن الرجل كان عازبا ويعمل أستاذا ويسكن في شارع المقاومة بالجديدة. تم إبلاغ تلك المعطيات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وتقرر أن تنتقل الشرطة إلى منزل الضحية لإجراء تفتيش للحصول على ما يتيح التعرف على علاقاته ومحيطه. فتحت الباب امرأة تقدم بها العمر، قالت للباحثين إنها خالة مروان. قالت إنها تأتي لتفقد أحواله من حين لآخر منذ أن توفي والداها قبل عدة أعوام. علم المحققون من المرأة التي تقدم بها العمر أن مروان كان مزاجيا لم تتردد في القول إنه غريب الأطوار، وإنه كثيرا ما كان يرفض زياراتها، ومع ذلك فإنها ظلت على وفائها لأختها الراحلة والدة مروان. في جملة ما علمه المحققون من المرأة أن مروان أبو العشائر كان كثيرا ما يستقبل تلاميذ في منزله، وإنه يرفض وجودها في البيت حينئذ، كما أنه يرفض أن تفاتحه في أمر زواجه. تظاهرت العجوز بالخجل وهي تقول إن مروان ابن أختها كان يرد دوما بأنه يستطيع جلب أجمل الجميلات إلى فراشه وإنه لا يؤمن بوجود نساء عفيفات. قالت أيضا إنه كان لا يؤمن بالله ولا بالرسول. أثناء تفتيش المنزل تبين أن الهالك كان يتخذ من غرفة نومه مكتبة أيضا. حول الفراش كانت عدة رفوف تحمل كتبا جلها في الفلسفة، كما تم اكتشاف أكوام من أوراق تعود إلى تلاميذ، البعض منها يعود إلى 3 سنوات أو أكثر. ربط الباحثون بين الورقة التي عثر عليها في جيب الضحية وتلك الأوراق التي تكدست في غرفة نوم مروان، ولذلك قاموا بحجزها.
وقد أمر العميد محمد المناضل بإرسالها إلى مختبر الشرطة ومقارنة الخطوط التي كتبت بها بالخط الذي كتبت به تلك العبارة التي صارت تؤرق الباحثين. نفذت جماعة النهي عن المنكر حكم الإعدام في حق هذا الملحد الفاسق. كان مروان أبو العشائر يدرس مادة الفلسفة في ثانوية مولاي بوشعيب بالجديدة، وقد دلت المعلومات التي حصل عليها الباحثون على أنه عرف بتشدده مع تلامذته، وعرف بأنه كان يواجههم بالقمع لأسباب تافهة أحيانا، بل إنه لم يكن يتردد في استعمال العنف والضرب. كانت قوته البدنية قد جعلت منه كائنا مخيفا في عيون التلاميذ، كما أن علاقته مع زملائه من الأساتذة لم تكن بالأحسن حالا، إذ كان معروفا بإلحاده. صباح الاثنين السابع من يونيو عقد رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية اجتماعا مع كل مساعديه وأعوانه من عمداء وضباط ومفتشين. كان اجتماعا لتوزيع المهام، وقد أكد العميد محمد المناضل أن ما هو متوفر من معطيات يرجح كفة البحث عن حل اللغز في الثانوية التي كان يعمل بها القتيل. أوكل العميد إلى فريق البحث فيما إذا كان بين الأساتذة في تلك الثانوية أعداء لمروان أبو العشائر، وأوكل إلى فريق آخر أن يبحث في علاقة مروان بتلاميذه، وأن يتم التركيز على أولئك الذين كان مآلهم الطرد من الثانوية أو التكرار بسبب مواقف أستاذ الفلسفة. في تلك الأثناء توصل العميد محمد المناضل ببرقية من مختبر الشرطة العلمية، كانت نتائج فحص الأوراق التي تم العثور عليها في غرفة نوم مروان لمقارنتها بنصف الورقة التي عثر عليها في جيبه تؤكد أن من كتب تلك العبارة نفذت جماعة النهي عن المنكر حكم الإعدام في حق هذا الملحد الفاسق هو تلميذ سابق في ثانوية مولاي بوشعيب واسمه رفيق الكواي. وبينما كان العميد يسعى لتنقيط الاسم والبحث في ماضيه، صادف وجوده وصول عميدة الشرطة فدوى البحيرات إلى مصلحة التنقيط. كانت العميدة تتولى البحث في علاقة مروان بالتلاميذ، وجاءت تحاول الحصول على معلومات أوفى حول تلميذة اسمها عايدة الكواي. قالت العميدة إن الفتاة ذات 16 عاما انقطعت عن الدراسة منذ بداية الدورة الثانية، وكانت تستعد لاجتياز امتحان البكالوريا. أضافت أن المعلومات التي لديها تفيد بأن عايدة كانت من بين التلميذات اللواتي نجين من بطش أستاذ الفلسفة، ومع ذلك انقطعت عن الدراسة فجأة. تبين من خلال تنقيط الاسمين أن الأمر يتعلق بشقيقين لا سوابق لهما. صباح الثامن من يونيو في حدود السابعة طرق العميد محمد المناضل ترافقه العميدة فدوى البحيرات وعدد من المفتشين منزل عائلة الكواي. فتحت الباب وتبين أن المرأة التي فتحت إنما هي والدة الشابين. اقتحم العميد غرفة رفيق، كان نائما، بينما تولت العميدة فدوى اقتحام الغرفة التي كانت تنام فيها عايدة. تم تفتيش كل غرف البيت ومرافقه. كانت والدة الشابين تتابع ما يجري مذهولة، وكانت تؤكد أن أولادها ليسوا من ذوي السوابق. تم اقتياد الجميع إلى مفوضية الشرطة. وجد العميد محمد المناضل نفسه أمام قاصرين، إذ كانت الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما، بينما لم يكن شقيقها قد بلغ 18، ولذلك طرحت ضرورة إشراك فرقة الأحداث في استجوابهما. تم تكليف الضابط الممتاز عبد الرحيم الإدريسي بالمهمة، وقد لاقى صعوبة في الحصول على اعتراف ما من رفيق الكواي الذي اكتفى بالإقرار بأنه كتب تلك الورقة التي عثر عليها في جيب سروال القتيل مروان أبو العشائر بطلب من أحد أفراد جماعة تسمي نفسها جماعة النهي عن المنكر كان يلتقي بهم في أحد المساجد، ولكن الشاب لم يعطي أي معلومات حول صفات أو أسماء أولئك الأشخاص. في المسار الآخر حيث تم استنطاق عايدة الكواي، قالت الفتاة إنها كانت ضمن تلاميذ أستاذ الفلسفة أبو العشائر،
وكانت في جملة التلميذات اللواتي كان يشدد عليهن الضغط لحملهن على الاستجابة لنزواته. اعترفت الفتاة بأنها تمكنت من الإفلات من جبروت أستاذ الفلسفة بعد أن سلمته جسدها الغض وتركته يعبث بها. قالت: منذ ذلك اليوم لم يعد يضغط علي. ولكن الخبر انتهى إلى شقيق رفيق، أخبره تلاميذ من الحي بأن الأستاذ مروان صار يلاطفني، وكان الجميع يعلم أن أستاذ الفلسفة لا يلاطف تلميذة إلا بعد أن ينال منها ما يريد. يومها، تحكي عايدة، ضربني رفيق حتى اعترفت له بأنني ذهبت إلى بيت أستاذ الفلسفة مرة واحدة، قلت له إنه هددني بأن ألقى مصيرا كمصيرك وأن أطرد من الثانوية. في اعترافات الفتاة أيضا أن شقيقها رفيق أقسم يومها بأغلظ الأيمان أنه سيثأر لشرف العائلة وسيخلص الثانوية من شر أبو العشائر. وقعت عايدة على المحضر واقتيدت إلى المكتب المجاور حيث كان يستنطق شقيقها. تليت عليه اعترافاتها وأعيد على مسمعه ما تم التوصل إليه من خلال الفحص المخبري للأوراق التي عثر عليها في غرفته، حيث تبين أن الورقة التي كتب فيها نفذت جماعة النهي عن المنكر حكم الإعدام في حق هذا الملحد الفاسق إنما اقتطعت من دفتر يعود إليه، وأن أثر الكتابة كان ظاهرا في الورقة التالية. وقتها لم يعد من مفر أمام الفتى، اعترف بأنه ترصد أستاذ الفلسفة. كان مروان أبو العشائر قد دأب على التوجه إلى الشاطئ حيث كان يقوم بتمارين رياضية كل صباح. لاحظ رفيق أن أستاذ الفلسفة كان بعد أن ينتهي من التمارين يتمدد على العشب، ينام لمدة نصف ساعة قبل أن ينهض. في صباح الخامس من يونيو كمن رفيق غير بعيد من المكان الذي يستلقي فيه أستاذ الفلسفة، كانت معه مقدة حادة. لما استلقى الأستاذ، يقول رفيق، تقدمت نحوه زاحفا كما يزحف الجنود في البراري أثناء الحروب والمناورات. لم يحس بي، رفعت المقدة وهويت على مؤخرة رأسه. حاول أن ينهض فعاودته بثانية ثم ثالثة كتمت أنفاسه إلى الأبد. مسحت يدي من دمه ودسست في جيبه تلك الورقة. قال رفيق، كان الجميع يعلم أنه رجل ملحد وفاسق، ولذلك حاولت أن أضلل المحققين. قبل أن يوقع على المحضر أبلغه العميد بأن التحليلات المخبرية أثبتت أن بقع الدم التي اكتشفت على سرواله هي من دم أستاذ الفلسفة. أخلي سبيل عايدة بينما أحيل شقيقها رفيق الكواي على القضاء بتهمة القتل العمد مع الإصرار والترصد.